السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر جمادى الأولى من عام 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يرزقنا تدبر كتابه إنه جواد كريم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا شقياً ولا محروماً، وأن يجعل هذا المجلس المبارك تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله الحاضرين في من عنده، إن ربي خير مأمول وأكرم مسؤول. الآيات التي هي مدار التفسير والشرح هي ما سمعناه في ما قرأه الإمام في صلاة العشاء من الآية 75 من سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها وشرح مفرداتها ومعانيها والشرح الإجمالي لها وما يستفاد منها من حكم وأحكام وهدايات بينات وما فيها من أوجه للقراءات ولطائف في التفسير، هذا محل الحديث في هذا الدرس المبارك إن شاء الله. فلا أقسم بمواقع النجوم، مناسبة هذه الآيات لما قبلها. الآيات التي قبلها عن عدد من الآيات الكونية، أفرأيتم ما تخلقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، بعدها آيات عظيمات في قدرة الله الكونية وهي مواقع النجوم. فناسب بعد أن ذكر عدداً من الآيات الدالة على كمال علمه وكمال حكمته وكمال قوته وقدرته أن يذكر بآية أخرى وهي آية النجوم والتدبر في خلقها وفي تكوينها وما دلالاتها وما إشاراتها البديعة في قدرة الله تبارك وتعالى. أيضاً المناسبة بين هذه الآيات بين أجزائها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لاحظوا إذا جاء القسم فلا بد فيه من ثلاثة أركان أو أربعة. الأول
المقسم، الثاني أداة القسم، الثالث المقسم به، الرابع المقسم عليه وهو جواب القسم. فالمقسم من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه وكونه، فأقسم بالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر وبالضحى وبالتين وبالزيتون، وفي آيات كثيرة، وفي هذه الآيات أقسم بمواقع النجوم. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما يشاء، أما نحن العباد فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بمن؟ بالله سبحانه. هل يجوز أن تقول والكعبة؟ لا. والشرف وكذا وكذا؟ لا، لا يجوز. والأمانة وحياة فلان كما هو دارج على بعض ألسنة العوام، لا يجوز الحلف إلا بالله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تقسم أو تحلف فتقول والله وبالله وتالله وربي وما إلى ذلك من أنواع من ما يجوز القسم به. وأما القسم بغير الله فهو شرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيا لله كم هي كبيرة وخطيئة وعظيمة أن يندرج القسم على ألسنة بعض الناس بغير الله، ولو كان شيئا عظيما كالكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام والحياة والأمانة والشرف. لا يجوز الحلف إلا بالله. فيا أيها الموحدون، العقيدة العقيدة في أننا نقسم بالله وحده، أما الله عز وجل فله أن يقسم بما يشاء من عباده. المناسبة بين القسم بالمقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن، ما هي المناسبة؟ المناسبة أن النجوم جعلها الله سبحانه وتعالى علامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، يهتدون بها في أمورهم الحسية. أما القرآن فهو أيضا كتاب هداية يهتدون به في أمورهم المعنوية، وهذا رابط عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم يأتي جواب القسم أو المقسم عليه إنه لقرآن كريم. النجوم هداية حسية، القرآن هداية معنوية. فهذا هو الربط العظيم بين النجوم وبين القرآن. آيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة، وآيات النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. خلق الله النجوم لثلاث حكم: زينة للسماء، مصابيح، علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي آية النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يهتدون الهداية الحسية، وبالقرآن يهتدون الهداية المعنوية. فهذا الربط بين المقسم به والمقسم عليه. إذن أركان القسم أربعة: المقسم وهو الله سبحانه وتعالى، وأداة القسم، أداة القسم، وأيضا الثالثة المقسم به وهو في هذه الآيات مواقع النجوم أقسم بها الله سبحانه وتعالى. ما هو المقسم عليه؟
القرآن الكريم وهو جواب القسم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هذا ما ذكره أهل العلم في المناسبة بين الآيات والمناسبة في ثنايا الآيات. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. الفاء عاطفة للترتيب مع التعقيب. لما جاءت الكونية، الآيات الكونية الأربع السابقة، جاء فسبح باسم ربك العظيم، ثم جاء أيضا تعقيب بالقسم: فلا أقسم. طيب، هنا قسم ولا نفي للقسم؟ أتى بالله، هل السياق أن يكون فأقسم بمواقع النجوم وليس فلا أقسم بمواقع النجوم مثل لا أقسم بهذا البلد؟ الجواب البدهي أن يكون أقسم بهذا البلد. فماذا قال أهل العلم والمفسرون في هذه اللام؟ أربعة أقوال للمفسرين في اللام في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم. ذهب جمهور المفسرين أن هذه اللام للتأكيد، وبعضهم يقول زائدة للتأكيد، والصواب أنه ليس في القرآن شيء زائد، القرآن جاء على الحقيقة والكمال كما أراد الله إنزاله وحكمة هدايته للعالمين، فليس فيه شيء زائد، وإن كان أهل اللغة يعبرون بذلك توسعا، إنما هي للتأكيد، أي يقال لام مؤكدة، يعني القسم وتأكيده وتقويته وبيان أهميته، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. قال جمهور المفسرين أن اللام هنا للتأكيد، أنها للقسم، ومع هذا زيادة في تأكيد القسم، وليست اللام هنا نافية، لا أقسم يعني لا يوجد قسم أو لا يمكن القسم، لا، وإنما هي للتأكيد والتقوية، كما قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، والمعنى لكي يعلم أهل الكتاب. ويكون معنى الآية في سورة الواقعة التي معنا معناه فسبح باسم ربك العظيم فأقسم بمواقع النجوم. وش يؤكد هذا؟ اللي يؤكد اللي بعده، الآية اللي بعدها، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال فلا أقسم بمواقع النجوم، أتى بمؤكد آخر وهو الواو، وإن والهاء بعدها، وإنه لا قسم، بعد تأكيد ثانية، وممكن أن يقال وهو قسم لو تعلمون، لكن أكده بالواو وإن المؤكدة والهاء بعدها واللام، كل ذلك تأكيد للام الأولى التي هي تأكيد للمقسم به وهو مواقع النجوم، وأيضا ما يتبعه من جواب القسم والمقسم عليه وهو القرآن الكريم. واضح إذن هذا التوجيه في معنى كلام جمهور المفسرين في بيان معنى اللام في قوله فلا أقسم. وذهب جماعة من المفسرين، وهذا هو القول الثاني، أن اللام هنا للنفي، فلا أقسم للنفي، والمنفي ما هو؟ كلام الجاحدين الذين كذبوا بالقرآن، أو الذين يقسمون بغير الله كما كان أهل الجاهلية. فجاءت هنا لام
النفي لما كان يقسم عليه به المخاطبون، أو هو أيضا نفي لكلام الكفار الجاحدين، وهذا هو مذهب الفراء. الفراء من أئمة اللغة، قال اللام هنا نافية لكلام الكفار الجاحدين بالقرآن المقسمين بغير الله تبارك وتعالى. والمعنى أي ليس الأمر كما تقولون أيها الكفار، وإنما هو كما قرره الله عز وجل. فتأتي هنا فلا لنفي المحذوف، وهو ما يعتقده الكفار أو يقسمونه بغير الله، ويبدأ القسم بقوله أقسم بمواقع النجوم، فتكون اللام للنفي والمنفي شيء محذوف مقدر، وهو ما كان يقول به الكفار الجاحدون لقدرة الله عز وجل وأيضا القسم به، والمكذبون بكتابه وآياته الشرعية. ما الرأي بهذا القول؟ قال جمهور المفسرين إن هذا القول قول ضعيف. لماذا؟ ما توجيهه؟ قالوا إن السياق يدل على أن اللام هنا للتأكيد بدليل ما ذكرناه سابقا في السباق وثنايا الحديث والسياق واللحاق، كلها تدل على أن اللام مؤكدة. وحذف اسم لا لا يجوز في اللغة العربية، وإنما يكون ذلك تجوزا، لكن المعروف في اللغة العربية وقواعدها أن حذف اسم لا غير جائز، وهذا ما قرره أبو حيان رحمه الله وغيره في تضعيف هذا القول. والحقيقة أن له وجه في التضعيف، لأن السياق ليس سياق نفي، وإنما السياق سياق تأكيد للقسم. القول الثالث أن اللام هنا للابتداء، اللام للابتداء، والأصل فلا أنا أقسم بذلك، فحذف المبتدأ وأشبعت فتحة لام الابتداء فتولد منها ألف، وهذا سائغ في لغة العرب. يقول الشاعر أعوذ بالله من العقراب، العقراب وش العقرب، بس الألف تزيد العرب تزيد الألف للابتداء. وقد قرأ هكذا فلا أقسم، فلا أقسم بدون ألف الحسن رحمه الله وحميد وعيسى ابن عمر من القراء، فهي قراءة من القراءات، فلا أقسم بهذا البلاء، قراءة الجمهور، فلا أقسم بمواقع النجوم، وقراءة الحسن وحميد وعيسى بن عمر فلا أقسم بمواقع النجوم، على أن اللام للابتداء. القول الرابع أن لا هنا على ظاهرها، على ظاهرها، وإنها لنفي القسم، والمعنى فلا أقسم على هذا. لاحظوا هذا غير القول الثاني، الثاني نفي ما كان يعتقده الكفار الجاحدون، وهنا نفي القسم تماما. القول الرابع نفي القسم تماما، والمعنى فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بها وإنما أقسم بغيرها. لماذا؟ لأنها آية واضحة وعظيمة، هي أعظم من أن يقسم بها،
وأوضح من أن يقسم بها. والقرآن العظيم أكرم وأعظم من أن يقسم عليه، فلا حاجة إلى القسم. فجاءت اللام هنا لنفي القسم، هذا هو القول الرابع. وهذا القول أيضا مثل القول الثاني ضعيف. الله يقسم، ويأتي من يكون من أهل العلم في اللغة أو في التفسير فيثبت خلاف ظاهر الآيات، هذا الحقيقة مما يضعف هذا القول. ومع عظمة القرآن لا يقال إنه لا يحتاج أن يقسم به، ومع عظم الآية الكونية في النجوم فلا حاجة أنك تقول لا أقسم بهذه النجوم، لأنها آية واضحة لا تحتاج القسم، والقرآن لا يحتاج القسم. هذا القول مدفوع بجواب القسم وتعيين المقسم عليه، إنه لقرآن كريم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا يرد القول بأنها للنفي. إذن الآيات في سياق تعظيم القرآن، تعظيم آية النجوم، لأن القسم يدل على شرف ومكانة المقسم به. فكيف نأتي نحن نؤول الكلام عن ظاهره تأويلا غير سليم ونقول إنها للنفي؟ سواء قلنا للنفي في بهذه الآية أو لنفي القسم، أو حتى لنفي ما كان يقول به الكفار الجاحدون. فإذا من خلال هذه الفذلكة اليسيرة والمناقشات اللطيفة لأقوال المفسرين في معنى اللام هنا، يترجح قول جمهور المفسرين أن اللام هنا للتأكيد، وهذا سائغ في لغة العرب، ويؤكده سياق الآيات ولحاقها التأكيدات الأخرى. وإنه الهاء لقسم لو تعلمون عظيم، كل هذا يدل على أن اللام للتأكيد. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى كلام المفسرين في معنى اللام. طيب تعالوا بنا إلى مواقع النجوم. ما كلام المفسرين في معنى قوله تعالى بمواقع النجوم؟ ما هي مواقع النجوم؟ هنالك أقوال لأهل العلم في المراد بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. المراد بالنجوم النجوم المعروفة في السماء الكواكب، والمراد بمواقعها مشارقها ومغاربها وأماكنها ومساقطها ومنازلها، لأن لها منازل، هذا مواقعها. وسبحان الله، علماء الفلك وعلماء النجوم، وهذا العلم يكتنفه أمران: أمر يخالف الاعتقاد، كأن نعتقد أن في النجوم ضرا، أو نعتقد أنها تنفع من دون الله، لأن بعض الناس يعتقد في النجوم ويقول مثلا عند المطر مطرنا بنوء كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن نحن نعتقد أن النجوم خلق من خلق الله، سخرها الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، وقد أبان لنا من حكمته سبحانه وتعالى في خلقها أنها مصابيح، وأنها زينة، وأنها علامات، وأنها رجوم للشياطين. لكن أجعلها تنزل المطر وأقول مطرنا بهذا النجم أو بهذا النوء، فهذا مخالف للاعتقاد.
فليتبين هذا أهل العلم والإيمان والبصيرة. والنوع الثاني من أنواع النجوم علم محمود، وهو ما يعرفه الناس فيما يحتاجونه من العلامات، من العلامات العظيمة. يستدلون مثلا ببعضها في القبلة، مثل الثريا مثلا، سهيل في مثلا يعني الثمار والتمر، وهكذا في بعضها، كل وعطارد وزحل وغيرها من النجوم. يا أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. جعلها الله في الشمال وفي اليمين وفي الشرق وفي الغرب للقبلة ولعلامات وللوجهات وللأماكن في الكرة الأرضية. ما كان الناس عندهم هذه الأجهزة وهذه البوصلات التي يستفيدون منها اليوم. فالنجوم خلقها الله لحكمة، لكنها مسخرة بأمر الله، والنجوم مسخرات بأمره، ليس لها خلق ولا لها أمر ولا تملك، إنما هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. والنجوم آية عظيمة، والكواكب آيات عظيمات. من الذي خلق النجوم؟ من الذي أبدعها؟ من الذي نشرها في السماء؟ من جعل لكل نجم منها حكمة وجعل لها مواقع ومنازل ومساقط ومغارب يهتدي بها الناس ويتعلمون؟ إنه الله. هذه قدرة عظيمة وحكمة كبيرة تجعلنا نوحد الله، نفرده بالعبادة، نخلص الدين له، لا نتوجه لغيره في طلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مريض أو طلب حوائج إلا من الله سبحانه وتعالى. هذه إذن هي الحكمة والمدار من هذه الآيات الشرعية والكونية، توحيد الله وإثبات قدرته وحكمته وعلمه وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لنوحده ولنؤمن به ونخلص الدين له ولنعبده حق عبادته. ومواقع النجوم بينها آلاف من السنوات، سبحان الله العظيم. وقد من يقرأ في علم الفلك ويجد كيف هذه الخلق، هذا الخلق العظيم وهذه الآيات البينات يستدل بها على قدرة الله. وكم من أناس غزوا الفضاء وخرجوا من المسلمين وغير المسلمين، من المسلمين زادهم إيمانا وعقيدة، ومن غير المسلمين أسلموا وآمنوا واعتقدوا أن لهذا الكون إلها ومدبرا هو الله جل جلاله. فالقسم بمواقع النجوم كما قال الله سبحانه قسم لو تعلمون عظيم. فأين القلوب التي تتدبر هذه الآيات العظيمة؟ إذن القول الأول، المراد بمواقع النجوم مساقطها، منازلها، مغاربها، لأن هذا النجم تراه ويغرب ولا يبقى، يغرب. فهذه حكمة. فلما أفلا في قصة إبراهيم قال لا أحب الآفلين. شوف كيف أن أراد بعض الناس، والناس من قلة أيضا عبودية بعضهم لله يعبد النجوم لأنها في نظرهم آية عظيمة، ولكن العبادة محض حق الله تبارك وتعالى. والمعنى أقسم بمساقط النجوم ومغاربها، على أن هذا المنزل عليك يا محمد هو القرآن العظيم الكريم. والله سبحانه وتعالى كما قلنا يقسم بما شاء من عباده، من الأمكنة، من الأزمنة، من الأوقات. أذكر آية فيها قسم بمكان، هذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين، القسم بالطور. وهكذا في الآيات مثل الشمس والقمر والليل والنهار
والتين والزيتون ويوم القيامة والأمكنة كذلك. طيب، لماذا خصص مواقع النجوم؟ ليه ما قال فلا أقسم بالنجوم؟ ولا ما هي ملحوظة؟ كان يمكن فلا أقسم بالنجوم، لا، قال بمواقع النجوم، لأن النجوم آية ومواقعها آية أخرى، فكانت آيتان في آية. الله أكبر، هذه عجائب القرآن التي لا تنقضي، لأن في مواقع النجوم آية وهي مستحقة للقسم لأنها آية عظيمة. من الذي يزيلها عن مكانها؟ الله. الغروب من زوالها أثر عظيم في أن لهذا الخالق ربا ومدبرا وإلها هو الله سبحانه وتعالى. والدلالة هذه النجوم ومواقعها وحركاتها ومساقطها ومغاربها كلها دلالة على أن في هذا العالم إله ومدبر وخالق يستحق العبادة وحده دون سواه، وهو الله عز وجل. لو اجتمع العالم على أن يحرك نجم فقط ما استطاع، أو أن يزيل نوره، أو أن يبدلوه ويغيروه عما خلق الله له، فلن يستطيع. هذا الكون يدبره الله جل جلاله. فهذه دلالة عظيمة على عظمة الله. يعني المغارب، المنازل للنجوم، المواقع آية أخرى غير القسم بالنجوم فقط. طيب، هذا قول. القول الثاني أن في مواقع النجوم دلالة على الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا علامة لأوقات الليل. سبحان الله، النجم وبالنجم هم يهتدون حتى وقت الصلاة ووقت التهجد تعرفه، وثلث الليل الأول وثلث الليل الآخر تعرفه من النجوم. هذا طبعا عند أصحاب العلم بذلك، لأن النجوم علم، علم عظيم، لكنه علم يقتبس من علم الله سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على عظمة الله وتسخير هذا العلم في العبودية لله. وبعض من اخترع أو درس علم الفلك عبد هذه الأفلاك وهذه الكواكب لأنه رأى فيها آية عظيمة، وهذا لا يجوز، وإنما هو لله. قالوا وقت التهجد، وقت قيام الليل، ثلث الليل الآخر أوان نزول الرحمة، يستنبط ويؤخذ من مواقع النجوم. ما كان عند الناس من أول ساعات ولا بوصلات يستدلون به، حتى في الطرق وفي الأوقات في النجوم والأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كذلك من ما ذكره المفسرون رحمه الله في مواقع النجوم القسم بمنازلها ومجاريها. منازلها ومجاريها غير مساقطها ومغاربها، تختلف. هذا في سيرها، وكل في فلك يسبحون. سبحان الخالق القادر المقتدر، وكل في فلك يسبحون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومن كلام المفسرين رحمه الله في معنى النجوم أن النجوم هي نجوم القرآن. النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما. إيش معنى منجما؟ يعني على نجوم، والنجوم هنا ليست النجوم التي في السماء، نجوم القرآن أي أحزابه، أجزاؤه، نصف الحزب، ربع الحزب، الجزء الأول، الجزء الأخير، هذه تسمى نجوم. فالله أقسم
بها، والمراد بمواقعها أوقات نزولها، أوقات نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ذهب إليه حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. ما مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهما في مواقع النجوم؟ المراد بها نجوم القرآن عنده، والمراد بمواقعها أوقات نزول الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الرابع أن المراد بالنجوم العلماء، النجوم هم العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه العلماء بالنجوم، والصحابة رضي الله عنهم بالنجوم، وإن كان الحديث ضعيفا أصحابي كالنجوم. وكذلك دلالتهم على العلم في آيات وأحاديث كثيرة تدل على أن العلماء هم مصابيح، هم النجوم التي يهتدى بها في العلم، في الهداية، في بيان الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال وإنما مثلي ومثلكم كمثل القمر، كفضلي على أدناكم كفضل القمر على سائر النجوم. والعلماء أيضا نجوم ومصابيح يهتدى بهم في العلم، في البيان، في بيان الأحكام، في الفتاوى، في الإرشاد، في التوجيه. الصحابة والعلماء الذين يهتدي الناس بهم وبعلمهم، وهم مصدر الهداية بمواقعهم، بعلومهم، أو حتى قالوا بأماكنهم، أو حتى بمقابرهم، لكنهم لا يعظمون فوق التعظيم الذي جاء الشرع به لهم، فلا يعبدون من دون الله وليسوا معصومين. هذا معنى كلام أهل العلم في معنى قوله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم. الراجح والله أعلم أن نأخذ الآيات على ظاهرها، أن المراد النجوم هذه النجوم، ويجوز أن تشمل المعاني الأخرى تدخل، والمعنى واللغة فضفاضة وواسعة ولله الحمد والمنة. ومواقع النجوم هي مغاربها ومنازلها ومساقطها. القراءات فلا أقسم بمواقع، قرأ الجمهور بالجمع بمواقع النجوم، وقرأ عمر وعبد الله ابن عمر وابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي وابن محيص وورش عن يعقوب بالإفراد فلا أقسم بموقع النجوم. بموقع، هل هناك فرق بين الجمع وبين الإفراد؟ قد يتبادر أن هناك فرقا، بأن المواقع أعم وأشمل وهي صيغة الجمع، ولكن المبرد من أئمة اللغة قال إن الإفراد هنا بمعنى الجمع، وهو اسم جنس، كما يقول جل وعلا والعصر إن الإنسان هنا ليس مفرد وإنما جنس الإنسان ليشمل كل إنسان. فهنا موقع النجوم موقع جنس يشمل جميع المواقع. هذا كلام المبرر، قال لأنه ها هنا مصدر يصلح للواحد وللجمع وللجميع. واضح إن شاء الله؟ طيب. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عرفنا المقسم، وعرفنا المقسم به وهي النجوم،
الآن التأكيد للقسم، وإنه القسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن الكريم وإنزاله وكتاب الهداية والرشاد للعالمين أجمعين، أخبر سبحانه بهذه الآية عن تعظيم هذا القسم. وعموماً القسم بالله عظيم، ولهذا أنت أيها المقسم العبد إذا أقسمت لا يجوز لك أن تقسم إلا على حق، لا يجوز اليمين الغموس أن تقسم على باطل، تقول والله إن هذا الشيء كذا وهو على خلاف الحقيقة. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من شهد الزور أو أقسم بالله وهو غير صادق كاذب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس. فينبغي أولاً تعظيم اليمين، لا تكثر القسم ولا تطع كل حلاف مهين. بعض الناس يقسم إن هذا ماء هذه سجادة، حاجة يا أخي. تعظيم القسم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا ينبغي أن يكثر الإنسان القسم على لسانه تعظيماً لجلال الله ولهيبة الله ومكانته وقدره ومنزلته. ثم إذا أقسم الإنسان على أمر عظيم، ولهذا جاء القسم اليمين، اليمين في الأحكام الشرعية البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. إذا كان فيه تخاصمت أنت وآخر على هذه السلعة ولم يكن عنده بينة وأتيت باليمين أن هذه سلعتك، يحكم القاضي لك تعظيماً لجناب الله جل جلاله وتعظيماً للقسم. فانظر إلى عظم القسم بالله. وأيضاً إذا أقسم الله وهو العظيم يقسم بعظيم على شيء عظيم، فتأتي العظمة من جميع محاورها. وإنه لقسم، الواو، إنه، إن هذا القسم المذكور لقسم، لم تأكد ثانية، قسم لو تعلمون عظيم. لما في المقسم به وهي النجوم ومواقعها من الدلالة على عظم قدرة الله وكمال حكمته وفرط رحمته، ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى، بل أرسل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليهم الكتاب وشرع لهم وفرض عليهم عبادته. فكل هذا الكون إنما هو في عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل ما في هذا الكون مسخر لك يا عبد الله لتحقق عبودية الله. فانظر إلى عظم هذا القسم، قسم اللي يقسم عظيم. ولهذا قال فسبح باسم ربك العظيم قبلها، وقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، والركوع يناسب فيه التعظيم بخلاف السجود وهو النزول إلى أسفل، يناسب فيه أنك تسبح الأعلى. فجاء في سبح اسم ربك الأعلى وضع، قال عليه الصلاة والسلام ضعوها في سجودكم. فالقرآن عظيم، والمقسم به والمنزله عظيم، وما يقسم به عظيم، والمقسم عليه عظيم لهذا الإنسان العظيم بعبوديته لله. وإذا قصر في عبودية الله فهو حقير مهين. كل هذه الآيات ودلالات العظمة ومع ذلك لم تدله ولم تهده ولم ترشده إلى عظمة الخالق سبحانه وإفراده بالعبادة. تلاحظون أن جاءت وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بين المقسم به وبين المقسم عليه. يسميها أهل اللغة وأهل التفسير جملة معترضة، وهي هنا ليست معترضة بمعنى أنها في غير سياقها، لا، وإنما هي بين المقسم به وبين المقسم عليه لتأكيد المقسم به وتأكيد المقسم عليه. السياق معناه فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن
كريم، ولكن جاءت هذه الآية معترضة للتأكيد. وجملة أيضا لو تعلمون ممكن وإنه لقسم عظيم، جت لو تعلمون، كل هذا للتأكيد ولفت نظر القارئ والمخاطب إلى الإعجاز البياني والبلاغي والإعجاز المعنوي في هدايات هذا القرآن العظيم. لو تعلمون بعد اعتراض آخر للتأكيد بين الصفة والموصوف لتأكيد تعظيم المحذوف، فجاءت لو تعلمون اعتراض في اعتراض. ايش معنى اعتراض في اعتراض؟ لو تعلمون اعتراض في آية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فهي اعتراض في اعتراض. أين الجواب؟ وإنه لقسم لو تعلمون، سبحان الله، ولا تنقضي عجائبه. كل حرف فيه دلالة على عظم الخالق سبحانه واستحقاقه للعبودية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لو متروك، أريد به نفي علمهم أو محذوف تقديره ثقة بظهوره، لو تعلمون لعظمتموه. وإنه لقسم لو تعلمون لعظمتموه لكنكم تجهلون أو تغفلون أو لا تتدبرون أو تقعون فيما يخالف القرآن. شوف كيف اللفتات واللمسات في التدبر في التفكر في شحذ الهمم والعزائم والعقول لتتدبر وتتفكر في عظيم آيات الله. فيه تنبيه على أن المخاطبين مقصرون، والمخاطبين في الأمر مقصرون في هدايات القرآن. الجيد منكم وكلكم جيدون ومميزون يبين لنا إن هالآية فيها انتصار لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد نجوم القرآن. كيف؟ لأن هنا في هذه الآية استنهاض لهمم المخاطبين لتتدبر في القرآن، فناسب أن يكون المعنى مواقع القرآن وإنه، فيكون القسم بالقرآن ومواقع القرآن على المقسم به وهو القرآن. يعني هذه اللفتة للمخاطبين في الانتباه للتدبر وعلاج القصور والجهل والغفلة التي تقع. لو تعلمون، فلهذا أنتم لا تعلمون، تعلموا، لا تجهلون، لا تغفلون. فهذا يناسب أن المراد المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يؤكد أن كلا المعاني صحيحة، لكن أرجحها وألصقها بالسياق أن المراد به النجوم. وإنه الواو أيضا للتأكيد للعطف لأيضا القسم على تأكيد وعظم القسم. إنه ما المراد بإنه؟ إنه ماذا؟ إنه المقسم به أو المقسم عليه؟ وإنه هذا القسم بالنجوم على المقسم به يدل على المقسم به وأيضا على ما بعده وهو القرآن العظيم وهو المقسم عليه. وجواب القسم لو تعلمون، أي اعلموا، تدبروا، أيقظوا قلوبكم لتدبر آيات القرآن والوقوف عند حدوده وعند حروفه وعند تأمله وتدبره وتطبيق معانيه، وبالتالي والأخير العبودية لمنزل القرآن في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيا من تعبد حجرا أو شجرا أو قبرا أو ضريحا أو تتوجه إلى أي قوة من قوى الأرض أو السماء
لطلب نفع أو دفع ضر، وحد الله لا إله إلا الله واعبده حق عبادته، أخلص الدين له، أفرده بالعبادة عن طريق المبلغ عن الله شرعه وهو صاحب السنة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، عن طريق سنته نهتدي ونقتدي ونرتفع ونرتقي ونحقق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي بهذا القدر في آيات هذه السورة العظيمة. الحديث، لا زلنا في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام في كتاب مواقيت الصلاة، في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس ونساء من المؤمنات يصلين متلفعات بمروطهن فيخرجن لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث صحيح في الصحيحين، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه من الفوائد أنه يجوز حضور النساء للمساجد في الحرمين وفي سائر المساجد وفي جميع الأوقات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. واضح الآن؟ طيب، عشان لما أقول لك واضح يبي يجي استشكال. في حديث أيضا في الصحيح روته عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة، روته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لا منعهن. السياق هنا الحديث، حديث عمرة عن عائشة في المنع، وحديث عائشة في الصحيحين في الجواز. قد يكون هناك شيء مما ظاهره التعارض. قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. تقول عائشة لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. هو حينئذ يرد السؤال والإشكال: هل يجوز حضور النساء للمساجد بعدما حصل الإحداث من النساء، مثلا من إحداث التبرج، من إحداث الفتنة، التطيب، فتن العصر اليوم؟ هذه عائشة تقول في عصر النبوة وعصر القرون المفضلة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن. أجل، شلون عصرنا الحاضر؟ هذا الإشكال واضح؟ ما الجواب عن الإشكال؟ ما الجواب عن هذا الاستشكال؟ لأننا بين حديث يجيز، بل بعضهم يرى أنه يحرم على الرجل والولي والزوج أن يمنع زوجته، لأن الرسول يقول لا تمنع. ولما قال عبد الله ابن عمر، ساق هذا الحديث، قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر: والله لنمنعهن. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لنمنعهن؟ لا أحدثك أبدا، لا أكلمك أبدا. وعندنا حديث عائشة هذا أيضا الآخر: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لا منعهن. قالت: أو منعنا؟ قالت: نعم. فالحديث الأول في نفي المنع وعدم الجواز، والحديث هذا في إثبات المنع. ما الجواب؟ وهل هذا فيه تعارض؟
للعلماء في ذلك مسلكان. المسلك الأول أنه لا تعارض بحمد الله بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعندنا حديث عائشة في الصحيحين لا تمنع، وبعض النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل أنه جواز. جواز ماذا؟ جواز خروج المرأة للمسجد وعدم منعها. وحديث عائشة بعد هذا الحديث لو أدرك، فهو لو أدرك النبي ما أدرك هذا العهد. ولهذا نبقى على الأصل وهو الجواز. فالتغير في الأماكن، في الحالات، في المراحل لا يغير الحكم، وإنما يبقى الحكم على أصله، والأصل الجواز. واضح؟ يعني هذا نوع أنه ما في تعارض، هذا على هذا التوجيه وهذا على هذا التوجيه. ثم حديث عائشة معلق بشرط، ها، وهو لو أدرك. لو تحتاج إلى جواب. علقته على شرط لم يوجد، وبنته على ظن ظنته لو أدرك الرسول. لم يدرك، يعني ما أدرك هذا العصر حتى يمنعهن. الثاني هي علقته على شرط تنتظر الحكم، والحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أوجه أنه لا تعارض إن هذا حديث مرفوع، اللي هو حديث عائشة في الصحيحين، وحديث عائشة عمرة عن عائشة موقوف، والمرفوع مقدم على الموقوف. إذن هذا المسلك الأول. ما شاء الله، مطرنا بفضل الله ورحمته، نحمد الله تبارك وتعالى على نزول الغيث، مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا إذن التوجيه الأول. وهذا الإحداث جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه عنده العلم التام، إذ لو كان لأطلع نبيه على ذلك العهد. ولهذا أحكام الشريعة تسري على جميع الأحكام. لقد علم الله ما سيحدثنا فيما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بمنعهن، ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن لكان منعهن من غيرها كمنعهن من الخروج من الأسواق أولى. فلما سكت هنا ناسب أن يسكت هناك، بل هو أولى. ثم حديث عائشة تقول لو أحدث النساء، أو في رواية بعض النساء. ها، لو الآن تكون امرأة متبرجة هي المخطئة، ولا على الحكم ينسحب الجميع؟ إذن المخطئة المتبرجة هي المخالفة للشرع وليس في الحكم. فنحن نقول للنساء غير المتبرجات أنتن غير ممنوعات، وأما هذه المتبرجة المتزينة المتعطرة ممنوعة. ولهذا لا تعارض. واضح أنه لا تعارض. وأيضا من الأوجه أن اختلاف الزمان والمكان تتغير فيه الأحوال، وبالتالي تتغير فيه الأحكام. فمن القواعد المقررة في الشريعة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وحال المستفتي والمستفتى. ومن القواعد الفقهية التي قررها أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام
في مصالح الأنام والقرافي رحمه الله أن من القواعد أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فللحاكم فللمفتي إذا أحدث النساء شيئا في خروجهن أن يمنعهن، لأننا اتفقنا على أن جواز خروج المرأة إلى المسجد إنما هو مرهون بالضوابط الشرعية، والتي تخالف الضوابط الشرعية يسري فيها حكم المنع. كذلك من الحكم والقواعد أن الحكم والفتوى يتغيران في المسألة الواحدة في تغير العادات والأعراف والأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال والأعراف والبيئات، كل هذه تتغير. إذا علم المفتي أن في مجتمع متبرجات ولا متعطرات فلا يجلس يتساهل في هذا الأمر، يأخذ بجانب الاحتياط، وإذا رأى أن النساء متحشمات ومحتجبات غير متبرجات ولا متعطرات فإنه يأتي بالحكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: وبيوتهن خير لهن. قال: وضع الضابط في الخروج وليخرجن تفيلات، أي غير متعطرات ولا متبرجات. فإذا العلة مربوطة بأيضا الحكمة والتعليل، أو الحكم مربوط بالعلة. فإذا أحدث الناس، لو أدرك النبي، تقول عائشة، كل هذا لم يترتب عليه حكم، وإنما هو ظنته رضي الله عنها من باب غيرتها رضي الله عنها على النساء. ولهذا قالت حتى في الطواف: لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث الناس في الطواف لمنعهن، أو لجعلهن آخر الصفوف في الطواف. ولهذا ينبغي على المرأة، ونحن هنا نناشد في المرأة دينها وأمانتها وعفتها وحياءها وحشمتها، أن تلتزم بالحجاب والعفاف والاحتشام وهي تأتي للحرمين وللمساجد، لأنها تريد الأجر، فلا تخرب أجرها وأجر غيرها. كم من إنسان فتنته المرأة، قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، كلهم جايين سواء، جايين للمسجد، لكن هذه متملحة متزينة، وهذا شاب صب له أيضا صبوة. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه برب دين محمد. الفتنة عظيمة، الفتنة بالمرأة ومن المرأة وعلى المرأة وإلى المرأة، كلها خطيرة. فينبغي للمرأة وهي تأتي للمساجد أن تتقي الله في العابدين الصائمين الركع السجود الذين يأتون للعبادة، لا تفتنهم بالتبرج بالزينة بالعطر. اليوم عجة الجوالات، وخذ من يعني الأمور التي لا تليق وتنافي الحياء والمروءة. ويا أيها الآباء والرجال والأزواج والإخوة والأخوات، وجهوا النساء في ما يفيدهن في خروجهن للمساجد من العفاف والحياء والحشمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.